في شأن منفصل، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادي دكتور نعيم العبودي عن اتفاق مع الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة لإنشاء مركز الإبداع لاستقطاب الطلبة من ذوي المواهب والطاقات المميزة لتنمية إمكاناتهم العلمية وتطويرها بما يخدم قطاعات الدولة وأهداف التنمية المستدامة. من جامعة كربلاء كان هناك نقاش مع السيد المحافظ وكذلك مع الأخ رئيس الجامعة، تبنينا فكرة وسوف اليوم سوف تكون هذه نواة لكل الجامعات من محافظة كربلاء، هو إنشاء مركز إبداع. لدينا طاقات كبيرة جدا ومهارات كبيرة جدا من قبل طلابنا ومختلف الاختصاصات وهم موهوبين، فكانت الفكرة أن ننشئ مركز يضم هؤلاء الموهوبين وهؤلاء المتميزين في مركز نقوم عليهم في عدة تجارب وكذلك عدة دروس وتقنيات ودعم أيضا من قبل المحافظة وكذلك من قبل وزارة التعليم العالي، من أجل أن نحول الجانب البحثي والجانب النظري إلى حالة تطبيق ويتناسب مع سوق العمل. اليوم هذه الفكرة سوف ننشئها، تعهدنا السيد المحافظ مشكورا جزاه الله الخير بأنه سوف يتبنى بناء البناية، بالإضافة إلى ذلك التنسيق الذي سوف يكون مستمر مع سيادة المحافظ من أجل إنجاح هذا المشروع. وأيضا سوف يكون هذا المشروع هو انطلاق وتعميم لكل هذه الجامعات. العراق بحاجة لهذه الطاقات الكبيرة جدا، سوف تكون وزارة التعليم العالي مع المحافظات إن شاء الله بالدعم والتنسيق. لذلك ندعو كل محافظات العراق أن تحذو محافظة كربلاء بالدعم والتنسيق مع جامعاتها، لأن نجاح الجامعة، نجاح المؤسسة التربوية والتعليمية هو انعكاس لنجاح المحافظ في داخل محافظته.